الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. ذاك البرنامج شوي باسل كان شابرونا باسل حيت كي حيت بنادم دابا كيجيب الليل كيدخل كيتفرج، حيت كيكون واحد اللي كيتفرج كيكون مريح دمو واحد باش يسمع ذاك الكلام. ذاك الكلام ما خاصوش يكون في الثقافه ديالنا، احنا ما كاينش حرام عندنا ذاك الكلام يتقال في التاح. هادشي علاش، وداك برنامج غير هادف، حنا كنقلبوا على شي برنامج اللي يفيدنا في الحياه ديالنا، ماشي العلاقات الجنسيه. اش كدير مع صاحب شك الو واش كتعجبك هادي مصاحب مع هادي، ما برنامج ما هو. هو برنامج كيدوي على كيناقش شي مواضيع مواضيع حساسه هي الصراحه، ما خاصش قال ما كاينين كيدخلوا عائله اش كيدخلوا والدين عندنا، فهمتش مزيان تبارك الله، الله يكمل عليه. ماريو كيطلق على بنادم في العيبات كيدوي معاهم فين هاني مزيان، مشاكل ديال بنادم قضايا واراء كيعاود ليه، كيبقى طالق ما عندنا ما يدار كنبقاو تابعينو حتى حنا، حتى هو ما عنده ما يدار شي يقول شي حاجه. ما كرهناش حنا شمولنا اسرائيل نديروا لاباس وحق الله يتمشيو مع اسرائيل. انا برنامج كيشرك بالله فهمتي، ايوا الحيد بالله بزاف بقيت كيدير الالحاد. المهم اش اللي لقيت عليه في الباج ديالو افكار غربي باش الناس ما يبقاوش يفكروا في الدين الاسلامي، باغي فهمتي ما باغيش يبغوا ديك الدين الاسلامي، هو عاد بالو عنده دين ديالو، الديانه ديالو خاصه به. بساله تقريبا زعما يعني داكشي ما خصوش يتقال فهمتي، من المتابعين ديالو ماشي من المتابعين ديالو، كنت كنتسطح معاه مره اه، وكيبان ليا كاين المواضيع ديالو ممكن زعما يطرق لها ولكن بواحد الشكل اخر تقريبا فهمتي، عرف شكل قانوني لا هي مزيانه، ولكن عباد الله اللي كتصنتوا ليه كاين واحد النوع كيتصنت باش يسمع ويستافد، كاين واحد النوع طالقه فهمتي، ما عنده ما يدار تلقاه مكيف بالليل مصنت ليه عنده داكشي بزيت كيعيط ليه كيخلق عليه سيش وما ما فهمش ما استفدي منه والو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.